ودلوقتي تتفضلوا على حفلة الغد. تفضل. تفضل يا استاذ. بوفيه ايه؟ قوم بسرعه. بوفيه انت بتعملي ايه؟ انا جايه الحق البوفيه، قصدي اغطي الحدث السياسي. ايه يا انجي؟ ايه انجي انت بتضحكي عليا؟ انا اول مره اعرف ان انت ليكي في السياسه. بتخبي عليا يا انجي؟ انا ليا في كل حاجه واي حاجه الا موضوع السياسه ده. يا سلام، وانت ايه اللي جايبك؟ طيب شايفه المز اللي واقف ورايا ده؟ دكتور باسل شاهين اللي كان بيدي المحاضره، ده زميل الطفوله، هو اللي عزمه. يا بختك يا بنتي يا انجي، طول عمرك محظوظه. مش ده برضو اللي جالك الجورنال؟ ده الفندق كله بتاعه. ايوه صح، انت تعرفي عني ان انا اعرف ناس اقل من كده. بس يا بنتي ده شكله معجب بيكي. ايوه هو فعلا معجب بيا، وانا كمان ما اخبيش عليكي معجبه بيه، بس هو يعني عايز يتقدم لي وانا لسه ما وافقتش. ليه ما وافقتيش يا انجي؟ طب بصي ما تضغطيش على نفسك، لو انت مش عايزاه خليني اتقدم لي انا. مش عايزاه ايه؟ في ايه؟ هو ساندوتش حواوشي؟ انت متجوزه حبيبتي، انت نسيتي ولا ايه؟ حسين هدرايف كلابوش. يا شيخه ما ادريش حسين ايه؟ ده حسين نفسه لو عرف ان باسل شاهين بنفسه عايز يتقدم لي هيطلقني ويديني الفرصه دي. ده مليونير، مليونير يا انجي، ده بيعمل بوفيه كل يوم. يا سلام، والمليونير اللي بيعمل بوفيه كل يوم هيبص لك انت ليه بقى يا اختي؟ ليه بقى؟ ليه الحقد الانثوي اللي فيكي ده يا انجي؟ ايه الحقد اللي جواكي ده؟ ليه وحشه انا بقى ولا وحشه ولا يعني وحشه؟ والله يا قمر، والله يا قمر يا كوكي، بس يا حبيبتي انت عندك عيلين وعندك حسين. حسين ظابط. حسين؟ اه. اقص عليكي يا انجي، انا اتاخرت على البوفيه وانا ما طبختش النهارده، كنت عايزه الحق اجيب حتتين من البوفيه لحسين. لخبطتيني يا انجي، الحق البوفيه بقى. يا معفنه، هتجيبي لجوزك من البوفيه؟ يا ريتني كنت قلتها لك. تجيب حاجه للعيال معايا. انجي مش هتغدى ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضلي. ميرسي.